يلا يحيى، ايه المفروض نعمله تاني؟ اتروعة. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. دي مكتوبة باللغة المصرية القديمة. هات كده، يمكن مكتوب فيها سر او مكان لمقبرة ملكية فيها كنز. ايه ده؟ ما تخافش يا عم حسني، ده سينو. بخافش ازاي؟ ده ظاهر بالهوا. لا لا بقى، ده شغل عفاريت. صدقني سينو طيب قوي، بقينا صحاب وهيبقى دايما معانا. عندنا ضيوف جداد. نورتوا وطنكم. احنا ليه جينا هنا يا سينو؟ وايه حكايه البرديه دي؟ اللي مكتوب في البرديه دي رساله غيرت التاريخ. ايوه، يعني الرسالة دي مكتوبة من مين والمين؟ هو كده سينو يا أستاذ عصام، بيحب يقول المعلومة أكتر من مرة عشان نفضل نسأله. مين ده يا يحيى؟ ده أستاذ عصام يا سينو، كان لازم يجي معايا عشان يصدق إني مش بحلم. وأنا عمك حسني يا سينو، ولا مش عارف كده تبقى أنت اللي جدي، ولا أنا اللي عمك، ولا أنت اللي عمي وأنا اللي جدي، ولا مش عارف. المهم إن إحنا تعرفنا يعني. أنا لولا إني كنت واقف معاك قدام المتحف وشفت بعيني كنت قلت إن ده مقلب أنت عامله أنت وأصحابك يا يحيى. أنت لسه شفت حاجة؟ ده إحنا لسه في بداية المغامرة. الرسالة دي هي بداية الحكاية، بس قبل ما هقول لكم إنه اوعى تقول غمضوا عينيكوا. يا الله، كده حرقت المفاجأة يا يحيى. ما انت بتكرر نفسك دايما يا سينو. بس حاضر، هنغمض عينينا.